وأولى محطاتنا يا نور رح نروح مع عالم الطفولة. كثير من أطفالنا عندهم مشاكل نفسية خاصة، شو أبرز المشاكل النفسية وخاصة هلأ مع يمكن بداية فصل الصيف والفوضى بالحياة الأسرية والمنزلية وبعيدا عن المدرسة والنظام وتنظيم الوقت، شو هي أبرز المشاكل يلي بتعاني منها الأمهات بالبيوت؟ إيمت لازم نلجأ إلى الأخصائيين النفسيين وايمت نحن فينا نحل الامور بشكل هدوء وطبيعي بعيدا عن مشاكل الحياتيه اليوميه؟ رح نحكي اكثر مع ضيفتنا الاخصائيه النفسيه فاطمه العبد الله. صباح الخير فاطمه. صباح النور، اهلا وسهلا، يسعد اوقاتكم. يسعد صباحك. بالبدايه لما نقول ازمه نفسيه يعني هي بدنا نحط تحتها 10 خطوط، لانه لما نقول القصه متعلقه بالاطفال، فخلينا بالاول نعرف شو يعني ازمه نفسيه خاصه للاطفال، هيدا المفهوم شو يعني لنبسطها للاهالي لانا اقدر فعليا اقول انه ممكن يكون مع طفلي ازمه نفسيه ولا لا. تمام، يسعد اوقاتكم واوقات المشاهدين. بدايه هلا وقت اللي نحن بنقول ازمه نفسيه او صدمه نفسيه، خليني اقول شو يعني. نحن وقتها بدنا نحن نحل مشكله، بدي انا اول شيء اعرف او حدد شو هي المشكله لاعرف اتعامل معها. وقبل ما اعرف شو هي المشكله كمان بده يطلع في عندي اعراض، فنتيجه هاي الاعراض انا بدي اروح اتعرف على هاي المشكله. بدايه الازمه النفسيه او الصدمه النفسيه، الطفل مثله مثل البالغ، ممكن يتعرض لاحداث مخيفه او خطيره بتهدد حياته او حياه الاشخاص اللي بيكونوا عزيزين عليه مثل الاب او الام، او مثلا ممكن يصير في حدث صادم او مفاجئ، حادث سير، او مثلا ممكن مشكله تهجير اثناء الازمه السوريه. فهذا الشيء ممكن يخلق عند الطفل نوع من الاضطرابات النفسيه او الاضطرابات السلوكيه، واكيد شدتها بتختلف من شخص لاخر. صحيح. وكمان اليه تعامل الطفل مع هي المشكله، واليه كمان تعامل الاهل او البيئه المحيطه مع هي المشكله. فاطمه، نحن اذا بدنا نحكي ما بدنا نخصص ولد واحد، في بالعيله اكيد في اولاد كثيره واغلب العائلات، وكل ولد بيتاثر بازمه الاطفال. هل الازمات هي ممكن تنتقل من طفل لثاني، نكون بطفل يصيروا الكل، او بالعكس صحيح ممكن الطفل السوي يساعد بحل مشاكل ازمه نفسيه للاطفال؟ تمام، لاخواته مثلا. هلا اول شيء نحن ما عم نعيش لحالنا، نحن بالفطرة اشخاص اجتماعيين، يعني انا اليوم موجود بحياتي اكيد عدة اشخاص، ان كان اخوات او ان كان رفقات وان كان عائلة او جيران، فهدول الاشخاص كمان بيوقع على عاتقهم المساعدة. مثلا لاحظ على الطفل او هذا الفرد بعض السلوكيات او شيء خطير بيخليك تلفت او يلفت نظرك لمشكله ما موجوده عند هذا الشخص، فكيف بتتم المساعده؟ فهدول اكيد مسؤوليتهم انه يساعدوا. ممكن هي المشكله انه تنتقل من فرد لاخر، اكيد لانه الطاقه السلبيه او المشكله هي عم تبث هذا الشيء حوالينا، حوالين الاشخاص اللي موجودين معنا، فهن اكيد ممكن ياخذوا جزء من هذا الشيء اللي عم عيشه. طيب بدل ما هن يسحبوني، ليش ما انا كشخص سوي او طبيعي انا اللي بدي اسحبهم، وانا شغلتي اني انقل هذا الشخص الى بر الامان. اكيد في عده اعراض بتطلع على الشخص بتخليني انه ينلفت نظري لانه في مشكله لازم انا اقوم بالمساعده. طيب خلينا نحكي، يمكن كثير من الاهالي عم يتابعونا، نقول ايمت فيني انا صنف انه او انتبه انه ابني عنده مشكله نفسيه؟ كيف فيني اعرف هي المؤشرات؟ لانه كثير منا ما بنعترف بكثير تفاصيل مثلا عم نشوفها او بنلاحظها على الاطفال، بتلاقي في حاله نكران انه عادي هو ولد عنيد، ولد عم يعصب نوعا ما، لا مغنجينه شوي لهيك بيتصرف بعض التصرفات. كيف فيني انا اقول من خلال بعض المؤشرات انه هيدا الطفل عنده ازمه نفسيه؟ هلا حسب الموقف وحسب الاحتياج انا بقدر اني اقدم المساعده. شو الشيء اللي صار مع هذا الطفل مثلا؟ حاله بس كيف فيني انتبه قبل ما افوت بالمعالجه او المساعده، كيف فيني اعرف انه هيدا عنده مشكله نفسيه؟ تماما، بس انا اول شيء بدي اعرف شو المشكله اللي صايره معه. هلا ممكن في او الازمه النفسيه او الصدمه النفسيه، انا ممكن يصير معي موقف نفسه بيصير مع شخص اخر هو بيتعامل معه طبيعي، بس انا عندي كان في مشكله اثناء التعامل مع هي الظاهره او هي الحدث.
لانه اول شيء في عندي انا حدث، هذا الحدث رح ياثر على افكاري، الافكار رح تاثر على المشاعر، والمشاعر بالتالي رح تاثر على السلوك، من خلال هذا الشيء انا بعرف شو صار، شو السلوكيات اللي رح تصير، يعني ممكن الاهالي بيلاحظوا على اطفالهم، خلينا نقول حادث صار في خلاله فقدان لشخص عزيز. بنلاحظ على الطفل بانه في اعراض او شيء مباشر انا بقدر اني انتبه لهذا الشيء، مثلا ممكن هذا الطفل بيكون في عنده اضطرابات بالنوم، يعني نوم مفرط او نوم يعني ما في نوم بالمره، ممكن كمان كوابيس، يعني اثناء النوم بنلاحظ على الطفل بانه هو عم بفيق مرعوب. هي الاشياء المباشره اللي انا ممكن لاحظها، في اشياء غير مباشره يعني هي بتطلع بعد فتره، مثلا ممكن الطفل عندي بيعاني من مشاكل او اوجاع عامه بالجسد، تروحي على اي دكتور وتعملي اي تحليل او اي صوره بيقول لك ما في اي سبب عضوي، بس هي بتكون منشاها نفسي، هي بتكون نتيجه او اثر الحادث الصادم على الفرد. كمان في ممكن نلاحظ عليه بانه التقدم المدرسي او تحصيله العلمي بيكون تراجع، هذا الشيء كمان ممكن يلفت نظري. كمان عندي طريقه تعامله مع الاشخاص، هلا ممكن في عندنا هي مثل اليات تاقلم، هو انعزل عن رفقاته، انعزل عن عائلته، انعزل عن بيته وبيئته، فهو صار بفضل انه يقعد لحاله، فهي عده مؤشرات بتساعدني لانه في مشكله شو لازم اعمل؟ اخذ استشاره فورا. أكيد ما نخجل من هذا الشيء ونطلب الاستشارة من أشخاص مختصين بمراكز خدمة اجتماعية أو مراكز خدمة نفسية. فاطمة، خلينا نحكي عن دور المدرسة أو الروضة أو أي مكان بيروح عليه الطفل، فيه عدد كبير من الأطفال، دوره بأي أزمات، دوره بتوجيه الأهل أنه الولد يمكن في عنده مشكلة نفسية خاصة، دوره بأنه هي تكون شوي تمتص وتستوعب الأطفال، وأكيد في مختصين نفسيين بقلب أي مدرسة أو أي روضة. تماماً، اليوم بأي مؤسسة تعليمية أو تربوية عم نلاحظ أنه في أشخاص هن مختصين بهذا المجال، بالمجال النفسي أو الاجتماعي، هن دورهم هون بيكون كتير مهم وكتير فعال، لأنه نحن عم نتعامل مع شريحة حساسة يلي هي مثلا مرحلة الطفولة أو حتى المراهق، يعني أنا عندي عدة مراحل بمر فيها الطفل، من طفولة مبكرة بعدين سن الطفولة بعدين مراهق إلى شاب، فهي المراحل ضروري يكون في عندك شخص يعني بيكون معك هو مرشد او شخص بترجع له بوقت انت بتكون بحاجه له، شو ما كان هي الظاهره او شو ما كانت الحدث او المشكله ترجع له. اليوم المدارس او الروضات مثل ما حكينا هنا عم بتكون فيها اشخاص مثل هدول، هن الاشخاص اساسا مؤهلين، يعني دور المرشد او الشخص هذا انه ما بس يشتغل مع الطفل، هو كمان يفعل الروح الايجابيه بهي المكان، يساعد الطفل لحتى يكون مرن، لحتى يتاقلم مع رفقاته، يندمج بشكل صحيح بالمجتمع تماما، لانه بتلاحظ كثير بهي المرحله الطفل ممكن يتعلم سلوكيات من غيره، ومو ضروري تكون هي السلوكيات صحيحه، اكيد في سلوكيات غلط الاهالي عم تلاحظ على اطفالها انه بس تروح على الروضه عم تجيهم بسلوكيات غلط. طيب دور المرشد او الشخص هون انه يخفف من هاي التواصل السلبي بيناتهم ويفعل الروح الايجابيه، ان كان بين المعلمين او الطلاب او حتى الاهالي، فنحن ليش بيعملوا اجتماعات كل فتره؟ الفكره من الاجتماع انه شو لاحظوا على الطفل من سلوكيات او مشاكل بيحكوا فيها مع الاهل، بانه لانه احيانا ممكن الطفل بيجيب المشكله من البيت. فممكن يكون في مشاكل عنف بالبيت، فالمرشد بيلاحظ هذا الشيء، فاكيد واجبه انه يشوف الاهل انه شو المشكله ويوعيهم بانه راح يكون في اخطار كبيره على هذا الطفل اذا ما حدينا منها ووقفناها. طيب خلينا نحكي من خلال احتكاكك الدائم مع الاطفال وبرامج التدريب، الدعم النفسي كثير مهمه، نحن الكبار اساسا بدنا برامج دعم نفسي، فكيف الطفل خلال سنوات الحرب عشنا ظروف قاسيه وصعبه، بس من خلال تعاملكم كيف بيتم هيدا الدعم النفسي وكيف بيتم تصنيف الاطفال من خلال مثلا التعرض للصدمه، فقدان احد الوالدين او فقدان عزيز او صدمه اخرى خلال مثل ما شفنا يمكن ما في بيت نوعا ما اليوم ما تاثر الا ما كان عنده حادث مؤلم خلال سنوات الحرب. حلو كثير. نتيجة الأزمة يلي مرينا فيها كان في إلها آثار كثير كبيرة على الكبار، صحيح، فما بالنا على الصغار.
صراحة الأطفال هي من أكثر الأشخاص أو الشريحة اللي تأذت في هاي الفترة. صار في عنا نوع من الأزمة النفسية، الحياة هي بتكون ماشية على نفس الوتيرة، صار حدث أو صار هذا الحرب أو هاي التهجير، فتغير طريقة تعامله مع الأشخاص اللي حواليه، تغيرت بيئته. نحن هون أكيد رح يصير في عنا اضطراب، اضطراب منسميه ما بعد الصدمة، يلي هو بيكون مثلاً عم بيعيش بجو مشحون مثلاً بصراعات، فطلع لبيئة تانية. هلا هو ممكن يتعامل بشكل طبيعي أثناء هاي الفترة، طلع لبيئة تانية بتكون أكثر أمان، هو بتبلش تطلع عنده هاي الأعراض يلي هي كيف مثلاً بيكون عايش بعطول ستريس متوتر. هذا الشيء بنلاحظه من خلال اللعب. هلا هو كطفل ممكن ما يحكي، واغلب الاطفال كمان هي ما بتحكي، فشو بيروحوا الاهل بانه خذ هي البونبون او باخذك هذا المشوار بس احكي لي او ساعدني او قل لي شو صاير معك. هو غالبا ما بيحكي اكيد. ومثلا لو خلينا نقول حادث صادم او شخص عزيز فقده هذا الطفل او حيوان لطيف مثلا فقده الطفل، اكيد رح يكون في له انعكاسات على شخصيته على نفسيته. مثلا ممكن يكون الطفل هذا الشخص كثير متعلق فيه وشخص بيحس بالراحه والامان فقده تجاه هذا الشخص، كان عم بيحس بهي المشاعر وراحت ووقفت مع هذا الشخص، رح نلاحظ على الطفل بانه كثير بلش يتغير. غالبا هو ما رح يحكي، فنحن بدنا نلاحظ عليه شو الشيء الجديد اللي تغير، تغير للأسوأ، ونحن شو كيف ممكن نساعده. من خلال الأهل أكيد هن يعني الأهل هي البيئة الأولى أو الخلية الأولى يلي بينشأ فيها الطفل. ثانياً المدرسة، فالأسرة هي شغلتها أنه تدور على المشكلة وآثارها وأسبابها. الأزمة أكيد غيرت كثير بحياتنا وبحياة الأطفال. هذا الشيء خلى الطفل ما عاد يقدر يعيش هي المرحلة، مرحلة الطفولة، أو يعيشها مثل ما هي. لا، هو صارت عدة مشاكل أعاقت تقدمه، تطوره، أحلامه، إنجازاته. طبعاً هلأ ممكن تخطر على بال الأهالي بأنه طيب ماشي، نفس هذا الشيء صار مع أطفالنا، خلينا ننتقل مثلاً لشيء عملي. أنا ما بحب أحكي مثلاً بس شيء نظري نظري، ننتقل لشيء العملي، كيف أنا ممكن أني ساعد طفلي؟ أنا بس بلش لاحظ هدول الأشياء، أنا ممكن ساعده بأنه قوي تواصلي معه، خليه يحس بالحب والحنان من هذا الشخص يلي هو قرر أنه يساعده. طب بأي عمر نحن عم نحكي هاي المساعدات فاطمة؟ هلا فينا فيك تأثري عليه أي عمر؟ نعتبر هذا الحكي من عمر الأربع سنوات أكيد. لا أكيد هذا الحكي بيمتد لفترة المراهقة، خلينا نقول للـ14 أو 15. هلا في عنا نحن مراحل عمريه او دراسه المراحل العمريه، هذا الشيء هو مفاتيح لحتى اعرف هذا العمر او هي الفئه من هذا العمر لهذا العمر شو الشيء اللي لازم اعمله معهم، شو الاليه اللي لازم اشتغل فيها. مثلا ممكن الاهالي تساعد اطفالها بانه تلاحظ شو هي مواهبهم، يعني هي دور الاهل مو بس انه يقدموا الشيء المادي او التربيه او التعليم، لا هو كمان يلاحظوا هاي الجوانب النفسية أو جوانب المهارات الموجودة عند هذا الطفل، إن كان رسم أو أعمال يدوية أو غيرها، لأنه هي أكيد بتساعد لأنه صحيح. تحد أو تخفف من الاضطراب أو الأزمة يلي عم بيعيشها هذا الطفل. نعم، يعني فاطمة خلينا نحكي عند المعالجة أو أنه نلجأ لأخصائيين نفسيين، ممكن الولد أنه هو يصير سوي وسليم سلوكه جيد يكون، ولكن بعض الأحيان بتصير فيه انتكاسات وبيرجع بيضطرب أكثر. خلينا نحكي شو هي أبرز الأسباب اللي بتعمل انتكاسات للطفل وبتخلي حالته تتراجع أكثر من قبل؟ تماماً. هلأ في سؤال انطرح بأنه شو البرنامج اللي بنرفض الطفل فيه لحتى نساعده لحتى يخلص من المشكلة أو الأهالي أنه تحد من هاي المشكلة. ما في برنامج معين نحن بنستخدمه مع الطفل، حسب الحالة. أول شيء وأهم شيء أنه أنا ما بقدر أشتغل مع طفل أو مع حدا ما عطاني الموافقة أو ما طلب هذا الدعم، لأنه أول شيء أول مشكلة ممكن تصير بأنه هو ما يتقبل هذا الحكي طبعاً. وما يتقبل هاي التصرفات أو السلوكيات، بأنه أنا بدي ساعد هذا الطفل بأنه مثلاً نعمل جلسات تفريغ انفعالي، نعمل جلسات دعم جماعي، فهو ما قابل انه يفوت بجلسات الدعم الجماعي اللي هي بتكون مؤلفه من عده اشخاص بتجمعهم نفس المشكله ونفس المكان، فهو رافض هذا الشيء، فاكيد ما راح يتفاعل معي جوا. كمان البيئه او البيت،
لأنه أنا اليوم عندي الطفل عم يجي ساعة أو ساعتين ماكسيموم بالأسبوع أو مثلاً كل ثلاثة أيام، بس المكان الحاضن لإله أو العطول هو موجود فيه هو البيت. مين في بالبيت؟ الأم، الأب، والأخوات، ممكن أقارب بيكونوا موجودين بنفس البيت، فهذا الشيء أكيد رح يخليهم يفكروا أنه كيف بدنا نساعدهم. فإذا ما الأهل هن نساعدوا حطوا إيدهم مع الشخص الأخصائي أو المعالج أكيد ما رح تطلع بنتيجة حلوة، لأن الأهل دورهم كتير رح يكون فعال بهي المرحلة بما أنه هو عم يقضي هي الساعات مع أهله. طيب خلينا نحكي، قلتي يمكن مثل بداية حديثك أنه نحن بنقوم ببرامج دعم نفسي وكل حالة تختلف، بس قديش مهم التوجه لمعالج نفسي أو الالتحاق ببرنامج دعم نفسي؟ لأنه الأهل أحيانا بيكونوا هن للأسف عامل سلبي بهي الحالة، لنقدر فعليا نوعا ما تدريجيا نعالج الحالة، لأنه في حالة نكران بتصير أحيانا أنه لا كل الأولاد بيمروا بشوية عصبية، كل الأولاد بيمر معهم بعض التفاصيل. اللجوء لمعالج نفسي قديش مهم اليوم؟ لأنه مثل ما قلنا ببداية حديثنا للأسف نحن حتى الكبار اليوم مع ظروف الحرب اللي مرينا فيها والظروف القاسية، وأساساً كلياتها مع بعض ظروف اقتصادية ومعيشية كلها قاسية عم تمر للكل، اللجوء لمعالج نفسي هو ما نوعيب، بالعكس هو شيء أساسي ومهم كثير للمعالج الحالة النفسية، وبالأخير بكسب طفلي اليوم لتستمر بحالة نفسية صحية سليمة. حلو. أول شغلة أنا اليوم بدي أعقب عليها إنه الدعم النفسي أو المجال النفسي ما عاد مثل قبل، لأنه قبل كنا إذا سمعوا بالشيء النفسي أو استشارة نفسية أول كلمة بيقولوها هي شو؟ إنه أنا ماني مجنون أو أنا ماني مريض أو ماني مضطرب. مين حكى بإنه ما بيروح على المستشار النفسي إلا المضطربين أو بيعانوا من أمراض نفسية؟ بالعكس، اليوم اي شخص فينا هو بحاجه، نتيجه الشيء اللي عم نعيشه مثل ما ذكرتي، الظروف الاقتصاديه او الظروف المعيشيه اللي حوالينا او الظروف الاجتماعيه والبيئه بتخليني اني اطلب الدعم. ممكن اطلبها من اي شخص، ممكن يكون هو داعم لإلي، بس اول شيء بدي ركز عليه بانه الشخص هو قادر على دعم نفسه بنسبه 80%. صحيح. طيب اذا انا قادر على دعم نفسي، عم باخذ الشيء الاكبر او الجزء الاكبر باني ادعم نفسي بنسبه 80%، معناها في 20% ثانيين هدول باخذهم من الاشخاص المحيطه فيه او المجتمع المحيط. نعم. اكيد ضروري كثير انه الشخص يدعم نفسه، وكمان بالاضافه ياخذ دعم من الاخرين اللي هو ممكن يكون الشخص المختص النفسي او الاجتماعي. لهيك ضروري الاهل انه تتوجه لهذا الشيء اذا كانت المشكله عم تتطور او عم تتفاقم. يعني عندي اليوم مثلا مشكله اضطراب او قلق او اكتئاب، كلنا بنعرف انه الاكتئاب هو مراحل، ببلش باكتئاب خفيف لاكتئاب سوداوي او ممكن يؤدي بحياه الشخص. طيب انا اليوم اقعد واعيش مع هذا الاكتئاب مشان ما حدا يقول انه انا شخص مضطرب، او روح واطلب الاستشاره واطلب الدعم؟ اكيد نحن بنشجع اي شخص لانه هو يجي، اكيد في بعض الاستراتيجيات او اتفاقيه على الجلسه بانه هي سريه، امان، ثقه. فاذا انا في جلسات مشتركه، في جلسات بس بعد الجلسه الاولى، الجلسه الاولى اللي هي بتكون فرديه تعرفيه لحتى انا اتعرف على الحاله اللي عندي وهو يتعرف علي، وحاول اتعرف على المشكله، بعدها بتم تصنيفهم حسب شو المشكله، ادمجهم مع اشخاص. هلا هو افضل علاج هو الدعم الجماعي يلي انه مثلا انا ممكن اشركه مع اشخاص اخرين. تمام. يعني بالختام فاطمة، بدنا هيك نصائح أخيرة اليوم مع بداية فصل الصيف وانتهاء المدرسة، قديش مهم ندمج أطفالنا بمدارس صيفية، بمسبح، بطابة، بنشاطات أيضا يمكن هن بحبوها وبفرغوا طاقاتهم فيها، بتبعدهم أنه يقعدوا بالبيت ويصير حياتهم ستريس وبس على الموبايل والآيباد، ويمكن مشاكل البيت هيك يتأثروا فيها كتير. هلا هون بدنا نروح لشيء اسمه اسعاف اولي او اسعاف نفسي. يعني مثل ما الشخص يصاب بامراض جسديه ممكن انه يصاب بنكسات نفسيه، اكيد ضروري كثير اني انا اتوجه لفورا انه كيف بدي اطلع من هاي الحاله او كيف بدي احسن من الحاله المزاجيه او الحاله النفسيه بعده اساليب او استراتيجيات ممكن الاهل يستخدموها مع الطفل. بانه مثلا اول شيء شاركهم، الاهل يشاركوا الاطفال بكل شيء،
انزل لعمرهم، يعني شو ما كان عمره انا انزل لعمره، اكون قريبه له لحتى هو يقدر يحكي. مثلا ممكن نروح لآلية الرسم، انا عندي الطفل، في عنا قاعده او جمله بتقول اذا صمت طفلك دعه يرسم. يعني انا اليوم ممكن تصير معه شيء ما اقدر اعرفه او ما يحكي لي، فانا ممكن في عنا آلية هي تحليل شخصيه الطفل او تحليل رسم الطفل، من خلال رسماته انا ممكن انه اعرف شو المشكله. في عنا الأشغال اليدوية، هي كتير مهمة كمان لحتى تحسن حالته المزاجية، وكمان مثل ما حكيتي وذكرتي بأنه شيء جماعي، مثلاً النوادي الصيفية، مسابح، ملاعب، فهون أكيد ضروري أنه نروح للشيء الاجتماعي، يعني بالنهاية نحن جزء من هذا المجتمع، والصحة النفسية كمان جزء من الصحة الجسدية العامة، فضروري الأهل كمان تروح لهذا الشيء بعيداً عن الشاشات أو الإلكترونيات هدول اللي عم تاخذ كثير من وقتنا نحن ككبار، وبالإضافة كمان للصغار، لأنه هو عم ياخذ من وقته كثير. فظيعة للأطفال تماماً. فاطمة نحن كثير بدنا نتشكرك، شكراً كثير لوجودك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتيها. شكراً كثير، يعطيكم العافية.